يلا يا راي. انت فين يا ادم امبارح؟ مختفي ليه يا صايع؟ فاتتني الليله دي يا راي. معلش بس بقول لك ايه، لو ما جيتش فرح على ازعل منك. عيب عليك، ده انا اللي هرقص لك فيه. ماسك. بس بشرط انت تغني معايا. ماشي ماشي. سلام هيثم باشا، اتفضل. واخرتها يا رايق؟ اخرتها فيها يا باشا؟ مش واخد بالي. يعني مش عارف انا بتكلم عن ايه؟ انا مؤاخذة، معرفش. تمام. اسمع يا رايق، انا لو عايز البسك قضية واحبسك النهاردة هعمل كده. وانت فاهم كويس قوي انا ممكن اعمل ايه. احلى شوية شاي يا رايق. حلو النضارة عليك غدا، انا احلى. كله من خيرك يا كبير. خليك على المحترم كده تشوف الباشا يشرب ايه. عداك العين، تشرب حاجه يا باشا؟ هات له ميه. صح. حنفيه. عينيا يا كبير. هات الشاي يا واد. احلى شويه شاي يا كبير. بقول لك يا باشا، كل الناس عارفه ان الحكومه دي طيبه وتعودت عليها بتعمل الحاجات دي من زمان قوي. الله ينور عليك، يعني مش هتبقى حاجه جديده. بس انا بقى مش هعمل كده. عارف ليه؟ عشان انت عجبتني ودخلت مزاجي قوي باللي انت عملته. عملت ايه يا باشا؟ مش واخد بالي. لا بقول لك ايه، انا جاي اكلمك راجل، ده راجل ضابط شرطه بيكلم بلطجي. لا ضابط شرطه دي ابصم لك عليها بالعشره، لكن بلطجي دي مش حلوه منك، لان كل المنطقه عارفه مين مين الرايق، وعارفه ان انا عيل حلو واهل عالي وماشي في المنطقه دي كله بالحب. اللي قالك عليا بلطجي ده بقى عايز يسوي عايز يوقع بيني. طب اسمع بقى يا عم المؤهل العالي، عشان انا ما بحبش الرايق كتير. انا متاكد مليون في الميه ان انت عملت حركه الاسم دي. اسم يا باشا، الدنيا كلها عارفه ان اسم البلد اتغربلت في يوم واحد. انت جاي ترازيني ولا عايز ايه؟ هتجيب من الاخر. تعجب. مش عايزك بقى تتدخل لاي حد من عيال الشمامين اللي هنا في اي حاجه، وخصوصا معايا. انت عملت اللي عملته وهربت وقعدت من عندي، وانا رجعت يا دوب كام حته سلاح مسروقين. يبقى خلاص، تعجب. نقلب بقى الصفحه ونبتدي على نضافه. بص يا باشا، انا ما بتدخلش مع الحكومه في اي حاجه شمالي، لان انا عارف تمامي ايه وعارف تمامكم. العيال عندكم دي بقى اهاليهم دول اراضيتهم، هم رضيوا بالمرضيه. هتقولي ازاي وحصل امتى؟ هقول لك معرفش. انت قتلت اسامه باشا، مش كده ولا ايه؟ ماشي يا رب، هعديها المره دي بمزاجي وهنساك واشيلك من دماغي خالص. بس انت بقى تسيبنا شوف شغل وليك عليا يا سيدي. هسيبك في حالك ومش هغتت عليك بالمره. ها قلت ايه؟ هني يعني لا مؤاخذة باشا، في الكلمة المرة اللي فاتت لما جيت برضه لا لا لا، ما احنا قلنا نقلب الصفحة يا رايق. نقلب الصفحة ماشي، يبقى عدي بقى كراريسك يا حكومة. ماشي أنا عد. شرفت. إيه يا كبير؟ مش ترسيني بقى؟ هو رايح يجيب لنا الصعقة ولا إيه؟ قوم يا رب. قوم يا جدو يا طيب يا ابو عصاية من فضلك احكي الشاي. اجيب يا واد ده اللي في ايدك ده، المسدس ده بيعمل ايه هنا؟ ده مسدس يا امه، هم يعني ادوهولي في الشغل، ما تلاقيش خالص. ولما انت واخده في الشغل اللي جايبه البيت معاك بيونسني يا امه. المسدس بيونسني، ما تلاقيش خالص. ده مسدس صوت اهو، بصي زي ما انت شايفه. ولما هو صوت نازل حشو رصاص فيه ليه؟ اعمل ايه يا امه؟ ما هو لازم يتحش رصاص، بس صوت صوت. بقول لك ايه يا واد، انا حاسه كده انك هتعمل مصيبه انت والواد الرايق. الواد الرايق انا والرايق برضو. ايوه اسمع، الواد الرايق ده سكك وبطاله، تبعد عنها، ما بيجيش من وراه خير ابدا. يا امه الرايق ده مش شيطان زي ما انت فاهمه، ده اغلب من الغل. ايوه بامره ما الناس كانوا جايين يقطعوكوا بسببه يا فندم. يقطعوا مين؟ محدش يعرف يقطعنا، صلى على النبي. امال انا نازل الارض اللي هناك دي كشفنا عليها يجي مليون مره، وفي كل مره بيقولوا لنا فيها اثار وفيها مقبره. لكن ايه؟ مش اي مقبره، مقبره ملوكي. ومين بقى اللي كشف عليها يا حاج؟ المشايخ. مشايخ؟ انتوا لسه شغالين بالطريقه دي يا حاج؟ هو ده اللي اتربينا عليه يا بنتي. وبعدين دول مش اي مشايخ، ده كان فيهم اتنين مشايخ مغاربه وواحد سوداني. بص بقى، انا شغل الحنجل والمنجل ده ما ياكلش معايا وما افهمش فيه.
دلوقتي في طرق جديدة وأجهزة حديثة بتكشف بكل دقة يا حاج. لا ما أنا بقول لك إيه، اسمعيني كويس، ما أنا ما هدفعش جنيه واحد من جيبي. هو أنا قلت لك ادفع حاجة؟ مالكش دعوة خالص بالكلام اللي أنا بقوله دلوقتي، مش هكلفك ولا مليم. إن كان جديه يا بنتي يبقى عداك العيب. وبعدين إذا كان الرجالة بتوعك اللي بتقولي عليهم دول هيقولوا إن فيها آثار، أجيب الرجالة على طول ويحفروا. لا 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 لا، أنا مش عايزاك تحفر ولا حاجة. بص يا حاج، أنا هجيب لك ناس يأجروا منك الأرض كده على حالها، ولما يطلعوا الحاجة هيدوك حقك، بدل ما تجيب ناس وتتعب نفسك، ولا الحكومة تسمع عن الموضوع ويصدروا منك الأرض، يعني هريحك من كل التعب ده. طب وإذا الرجالة بتوعك اللي بتقولي عليهم دول قالوا إن الأرض ما فيهاش آثار؟ يبقى ساعتها هتبيعها مباني وأنت مستريح، اتفقنا؟ اتفقنا. ماشي يا حاج، السلام عليكم. مع السلامة يا بنتي. مهندس الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة يا مهندس، وحشني وحشني يا مهندس. ألف الحمد لله على السلامة يا مهندس. الحمد لله. كويسين؟ اتفضل. الحمد لله. ازيك يا ولاد؟ طولت الغيبة قوي قوي المرة دي يا مهندس. أعمل إيه بقى؟ هايدي بنتي ما كانتش عايز تسيبني. المسافة من هنا لأستراليا بعيدة قوي، فبيني وبينك أنا كمان كسلت بصراحة يعني. ده نص، تعالى يا نص. نص أهلا يا حبيب قلبي. ازيك وحشني، اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. كله كويس. ازاي صحتك؟ كله كويس. عارف بقى الناس دي كلهم وحشني كوم، وانت كوم لوحده. وبالمناسبه انا جبت لك حاجه معايا هتعجبك جدا، استنى بس شويه. يا بختك يا نصه. ايه بقى الاخبار يا ولاد؟ اخباركم ايه؟ اخبار الشغل؟ قولوا لي الاول اخبار البلد ايه في الشهر ونص اللي فاتوا دول؟ والله المحل هو ماشي حاله، بس البلد حالها ما تصرش، كل شويه خناقه بين الداخليه وبين الناس، بيروح فيها جدعان يام. محدش عارف لدلوقتي مين كان مع مين ولا مين بيضرب في مين. انتوا لو كنتوا شفتوا الناس في استراليا كانت مهمومه قد ايه وكانت مقهوره قد ايه. المصريين اللي هناك يا بنتي في القهاوي وفي البيوت كله كان مهموم على حال البلد، وكلهم اتجمعوا عشان كده حالهم يصعب على الكافر فعلا. ربنا يستر يا مقدس. يومين ولازم ما ترجع لمجاريها. هترجع طبعا ان شاء الله. والله هايدي مش شايفه كده، هي شايفه بقى ان انا لازم اصفي هنا واروح بقى اقضي بقيه اليومين اللي فاضلين لي عندها هناك. بعد الشر عليك يا مقدس. وبعدين يعني اذا كان يعني ليك هايدي هناك فانت هنا ليك جيجي ولا ايه؟ جرى ايه يا بنتي؟ انت هتكبري لي كده ليه؟ هتعملي زيها بقى ولا ايه؟ انا لسه زي الفل. انا مش بكبرك ولا حاجه، ده انت شباب عن مسعد. زي مسعد. اتفضل بقى يا مسعد ورد انت بقى. جيت تتكلم صح يا مهندس، ده انت شباب عني. ده هيقر فيها. بقول لك ايه، انت تنزل الورشه مالكش قاعد معانا هنا. اه بقول لك ايه.